رغم كل سيئات فيروس كورونا، لكنه يبدو أنه ساعد الكثير عبر العالم على اكتشاف مواهب كامنة لديهم، أو على الأقل تطويرها في فترة بقائهم في المنزل، طبعا مضطرين للحد من تفشي فيروس كورونا. بمجرد أن تكتب مواهب الحجر المنزلي على أي منصات التواصل الاجتماعي، ستظهر لك مئات الفيديوهات والصور لما يفعله الناس في منازلهم خلال فترة الحجر المنزلي. حتى الفنانون لم يختلف الأمر معهم، واكتشفوا في أنفسهم مواهب جديدة غير التمثيل بعدما دخلوا إلى المطبخ للتسلية أثناء البقاء الإجباري في المنزل. دعونا الآن نتعرف على نوع الأكلة التي شاركها الفنان المصري أحمد حلمي مع جمهوري على السوشيال ميديا. سد الحنك حاضر، نص كوباية دقيق، وبنقعد نطير الدقيق كده بره الطاسة في الحوض لغاية ما يبقوا ربع كوباية، عشان احنا محتاجين ربع كوبايه بس، فنحط نص كوبايه ونطير ربعها بره، واحنا بنقلب كده يطير الدقيق بره ايه ويبعتر الدنيا على الحوض وتيجي منى ايه تزعق وكده. طبعا دي الزبده اهي انا بتسيح جنب الطاسه عشان انا معيش طاسه ثانيه، بس دي حركه معلم محدش عارف يعملها، حركه ان انا اجمع الدقيق كله في حته والزبده في حته. هناخد بقى دي ميه بسكر، يعني كوبايه هناخد نصها. اهم مرحله انك انت تتاكد ان في باسكت، في باسكت، في زباله جنبك، عشان اول ما هتخلص هنرميه على طول في الباسكت، ولا من شاف ولا من دري. هناخد بقى الطاسه نغسلها كويس برضو، ونغسل الحاجات دي كويس عشان ما حدش يعرف انت عملت ايه. وبالنسبه للريحه اللي طالعه ممكن نرش بقى اي معطر جو او حاجه. وشكرا وبألف هنا وشفا وانا اسف. طبعا يا جماعه بهزر، ما ترماش ولا حاجه. الاكله التي اعدها حلمي معروفه باسم سد الحنك، هي اكله تقليديه قديمه ربما لا يعرفه الكثيرون، بغض النظر اذا نجح حلمي في تحضيرها ام لا. هناك عدد كبير من الفنانين الرجال في العالم العربي نشروا فيديوهات لأنفسهم أيضا أثناء تحضير الوجبات، لكن أغربها كانت للفنان المصري أحمد الفيشاوي، فانظروا ماذا فعل. ربما لا يجيد أغلب الفنانين طهو الطعام بشكل محترف، لكن كنوع من كسر الملل والتسلية شارك الفنانون تجاربهم. أما الممثل شريف منير المصري أيضا كانت تجربته مختلفة، فهو صاحب خبرة وله طريقة خاصة في إعداد طبق يحبه بشكل خاص. نشاهد. تحضير الفول، فهل تتوقع انه نجح؟ سنعرف من هذا الفيديو، نتابع. جا عبالي اتسلى، كورونا ما في ظهره، انا بالبيت جا عبالي اعمل صحن فول لالي. اي سي جود مورنينج. يلا اوكي عم يساعدوني فيه. جود مورنينج ايفري وان.